وسلم. آمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته ورأفته. والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه الكريم. آمين. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته. آمين. واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته. آمين. وأحينا مستمسكين بطاعته وأمتنا على سنته وجماعته. آمين. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها. آمين. وأنزلنا معه في قصورها فإنه أفضل من ينزلها. آمين. وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. آمين. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم. آمين. فأفرغ علينا ببركته لباس العز والتكريم. آمين. وأسكننا بجباره في دار النعيم. ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن كلنا معينا ومسعفا وقبلنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والسادات الأبرار أن كفر عنا الذنوب والأوزار وحرسنا من جميع المخابث والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار. وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار. وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار. آمين. الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. آمين. اللهم وصلنا الرضا بما قرأنا من كلامك العزيز هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. وتحفة كاملة منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. آمين. ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصالحين. آمين. ثم إلى أرواح أشياخنا كلهم أجمعين. اللهم زدهم عزا وشرفا وتكريما وتعظيما. آمين. اللهم افرغ علينا من فيوضاتهم وافتح قلوبنا بفتوحاتهم وأكرمنا بكراماتهم. امددنا بمددهم ورب قلوبنا بأموالهم وأسرارهم يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح من نبينا أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأنس وحشرهم ونظر وريعهم وتقبل من حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واغفر ذنوبنا وذنوبهم واجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم. آمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارزقهم من ثمرات الجنة واسقهم من كأس حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيده المباركة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولجيراننا ولمن أوصانا بالدعاء. ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله.